برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي ميعادنا زي ما احنا كل يوم متعودين مع فقرة مباريات رمضانية وذكريات رمضان مع كرة القدم. مباراتنا الرمضانية النهاردة هي ذكرى سعيدة طبعا لجمهور نادي الإسماعيلي والنادي الإسماعيلي، وغير سعيدة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، لأن يوم 11 نوفمبر سنة 2003 وفي احدى الليالي طبعا رمضانية في بطولة الدوري ابطال العرب حقق نادي الإسماعيلي كان فوز كبير على النادي الأهلي برباعية نظيفة. الرباعيه كانت عن طريق اسلام الشاطر زي احنا فاكرين، وسيد معوض، وعبد الرحمن تراوري، ومحمد يونس، واللي بالتاكيد كانت نتيجه تاريخيه بالنسبه لابناء الدراويش، وتسببت في غضب واسع لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته وقتها. وبالنتيجه دي صعد الدراويش كاول مجموعته للدور التالي. فريق نادي الاسماعيلي وقتها كان بيضم عدد من ابرز النجوم في مصر زي محمد صبحي وعماد النحاس وسيد معوض واسلام الشاطر واحمد فتحي وعبد الرحمن تراوري ومحمد محسن ابو جريشه ومحمد حمص وعمر فهيم وحسني عبد ربه، وتالقوا بشكل لافت للنظر خلال الموسم ده وخلال المباراه دي بالتحديد. وده كان جيل فعلا مميز جدا لنادي الاسماعيلي، وانه في نفس السنه دي وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا، وفي السنه السابقه طبعا حقق بطوله الدوري الاخيره له حتى هذه اللحظه.